باقي ساعة على المبنى. انت الساعة كام دلوقتي عندك يا تامر؟ 10:30 النهاردة الصبح. فين حالة يا دبيد؟ يا مودة ممكن تخلص؟ ايه مالهاش علاقة بالصيام يا اخ. لا بس مش ناقصة والله. اصل بيدو ايوه فعلا بس بيدو خايف. مش حكاية كده يا عم، ناقص الواحد يزعل. خالي في السعودية جاره جاله كورونا. مين؟ أنا خالي في السعودية. لا واحد جاره جاله كورونا، جار خالي. فلا فالعمارة كلها اتنقلت على حجر الصحة. خلك تحمل له يا؟ طلع سلبي الحمد لله. هو لسه النتيجة تظهر ولا هو لا خلاص؟ هو أساساً مش تعبان أصلاً، بس هم خدوه كلهم على الحجر الصحي بس عشان يطمنوا. جاره طلع عنده كورونا. يا ابني ماشي، جاره طلع عنده كورونا، انا مش قصدي خالك حل لولو، ما هو ما بيظهرش عليه اعراض دلوقتي. ايوه لا لحد دلوقتي ما فيش اي حاجه طيب ده كويس. كده بقى مراته وولاده في البلد مش عارف ازاي. ماما كلمي مودي بابا زمانه جاي جاي. بقول لك ايه يا موده، يا له يا له يا ابن الحبازة. يا مودة. نعم. العيلة أكيد كانوا بيقولوا بابا زمانه جاي جاي بعد شوية جاي كورونا وأمراض. مين؟ ولاد الجار. طب تعالى اتفرج علينا. عايز ياخد يا ده بيدو. عارف مين معاك في البارت اللي انا دلوقتي؟ لا ما اعرف. انا بنزل شخصي ايه؟ هو حصل اه ما بنزل حرام. كان بيلعب معايا انا زياد امبارح او امبارح اه كان بيلعب معايا. كنت مع دخلت معاك البارتي كان موجود ده. همورة بعت لي البارتي. طيب دي بس عشان في ناس كتيرة. ترافل سكوت ده صوته زبالة. لا لا حرام عليك حرام عليك. حلو والله. صوته وحش جدا. الايفنت كان حلو. الايفنت كان حلو جدا بصراحة. بس أحلى واحد ولا لا؟ أحلى واحد ولا لا؟ لا بالنسبة لي أنا ما حضرتش أي ايفنت المغني مطمن، ما حضرتش الايفنت بتاعته. حضرت بس. كنت في سيو صح؟ لا معرفش اصلا الايفنت حصل امتى ولا ازاي. كنت انتوا في سيوة؟ والله العظيم ما اعرفش. كان في فبراير، كان في فبراير 2019. يبقى هما كانوا في سيوة 2018. 2018 لا 2019 يا تامر معلش. لا لا مش 19. لا مش للدرجات دي. لا 19 يا تامر. 19 2019 انا كملت 18. ايوه صح صح لا مؤاخذة. ان انا كنت في تالتة اعدادي وقتها. تالتة اعدادي اللي هي كانت 2019. بيدو في ناس عندي. احنا دلوقتي في 2020 سنة نجسة. يا رب نعدي منه على خير. طب كان في ار في البيت ده زيادة؟ اه كان في بيرست. ندخل عليه. تحت ولا؟ لا شغال وراك. عشان يجيلك جنبك كمل. 30 وايت 30 وايت تاني وصاحبه موجود. يا رب باقي ساعة ورامز ده. يا رب رامز ده ولا عادي. نقل واحد صاحبه عندي. ايه يا بيدو انت بتعمل ايه يا بابا؟ انت بتعمل ايه يا بيدو؟ انت دخلني ازاي زي الاهبل كده؟ انت بتخلي انت هتموت بقى بسبب كده؟ مش عارف اديته هيد والله براسه الغبيه دي. يا ابني ما تدخلوش الدخله العبيطه اللي انت دخلتها دي. ما تدخلوش وشه يعني. ابني اضرب عليهم بعيد بالاس ام جي. اصلا كان واد منوب. انت دخلت انت من الاخر كل اللي انت عملته ان انت صديت لي الطلقات ومت في الاخر.
في ناس جنبينا. هاي بقى براحتك. فين بقى السكار بتاعي؟ خد الميد كيت. لو معاك شويه طيار. لا خلاص خلي العيش. خد الميد كيت بقول لك. بقول لك يا بيدو بنزل لعبه اسمها داروين بروجكت اللي بنلعبها مع بعض. عايزين حد كمان بس ينزلها ونعرف نلعب. ايه كانت 6 جيجا اخر مره بصيت عليها. فا ايه قول تاني؟ داروين بروجكت. داروين زي بتاع جامبل بعد بروجكت. عباره عن ايه؟ باتل رويال ولا باتل رويال؟ عمرك اتفرجت على الفيلم بتاع هانجر جيمز؟ لا. ازاي؟ ماشي خلاص من الاخر كده باتل رويال بكوسه سهل. مفيش بقى ولا بيلز ولا اي حاجه هايف. هي إيه كلها سكيلات وبس. احب اقول لك اسهل لعبه ممكن تكسب فيها. امي انا بكسب في اي لعبه. لوحدك ولا مع حد معاك؟ لا طبعا. بص انا بكسب فيها لو معاك حد. لا احب اقول لك ان انا ما بقتش العب اللعبه دي اصلا اكتر. عادي بس انت برضه بص انت لو وقفت 10 سنين برضه هتفضل تروح. لا لا بلاش فتح. من ساعة ما شالوا ام الليجاسي دي وانا قرفان اصلا مش عارف اهبب حاجة. ايه مليار زي وشه. ايوه خرا يعني فعلا خرا. والشوت جان برضه مش عاجبني. لا بيتهيألي اللي بيقول لك الايم اسيست اقوى لما بتقيم من غير ما بتدوس ال2 وانا اصلا مش عارف اهبب اي حاجه. وبالعكس ده الشوت جان الكراوزر بتاعه بيبقى اوسع فالدمج بيبقى اقل. المفروض انا اعمل ايه انا بقى؟ وشالوها ليه بقى؟ عشان عند الواد بتوع البي سي دول. انا ده لقيتين في وشي ومت يا ماما الحقيقي. من الصراحه ما تصفر ده هيقرفني. ليه؟ يا عم انت عنده فريند صح؟ مين ده؟ يا عم تيك توك وبتاع وقرفنا وما بيعرفش يمثل. مين ده اصلا؟ ده مدرس كده كان عندنا في المدرسه زمان واحنا صغيرين. فماله ان هو عندك فريند يعني على البلاي ستيشن؟ كان بتاع لا مش على البلاي ستيشن على هو ايه بيبعت كل فيديو جديد بيبعته عندك يعني ولا ايه؟ لا يا عم بيقعد ينزل فيديوهات تيك توك. في ناس مش مراعي مشاعري ان في ناس مات. ايه ده هي ثانية هو ده اللي في دماغي؟ لا ايه ده؟ تقريبا هي مود انت شايف صح؟ لا لا يا اسطى. يا عم انا شايفها من زمان يا عم انت لسه شايفها دلوقتي. تعالى في باندج هنا وميد كيت. او ما لا مؤاخذة مفيش في ناس جاية. خد بالك خد بس بسرعة اللي انا قبل ما يجوا. طيب انا كنت معاك 500 100 فين العيال دي علم عليها؟ من فوق يا عم بياخدوا كام فاير هما كمان. شفتوا تضربش عليهم اطلع فوق الاول بعدين اضرب عليهم. يلا يلا يا باشا. كسرت له الشيل 23 ثلاث مرات. كسرت له الشيل. اتحرك يا بيدو اتحرك. ابني يا بيدو يا ابني بلاش ام الدنيا المعاقه دي كنت تطلع بالسلالم اسرع. بس كده مات من الزياده ومات كت ويا رزق. وفي مات زياده. فين بقى لوت الواد؟ بيدو اشرب انت البجايه. اشرب البجايه وخد الميني. ايوه قلت لك ما تنزلش. اطلع تعال اطلع تاني تعال اطلع تاني. ايوه هم جوه هنا. اطلع تاني. نعم ايوه هنزل كمان ربعايه مش هنزل دلوقتي يا عم. ليه 6 الا ربع انت عندك فر توقيت؟ ماشي يا بنزل حاجه. ماشي يا عم لسه بقى المغرب ساعه الا ربع. مش هنزل يا عم كمان نص ساعه يعني لسه بقى لسه يا عم بقى لما يبقى باقي ربع ساعه يا عم لسه بقى لسه بقى عليه ساعه الا ربع. يلا يا بيت هنزل اعمل ايه يعني؟ لو انا خير يا عم انتوا بتعملوا فطار عامل ايه يعني؟ مش هنزل سلام.
سلام يا عم. لا لا تعال نطلع على هاي جراوند يا عم. ابني جنبي تلات ادوار كده. هناك هم هناك هم. ما تروحش ما تروحش استنى استنى نحاربوا مع بعض. عايزين بس نكسر البشات دي. اما اعتقد على ما اعتقد اللي هم بي بالعكس بس خليكوا في البشات. معايا معايا. البشات دي انا ما بحبهاش. بس كده. يا جدعان بيحاربوا مع بعض. فكك فكك. باي خمسة تمام. طب ايه تيجي نقرب شوية بس عشان الله يرضى. لا لا بص ابني انت بوكس تعال نبني بوكس حوالين الحاجات دي ان كيس لو محتاجين مني زيادة واطلع فوق. ابني انت بقى جنبي. لا لا ايوه زي انت كده ابني بس كده وحط هرم فوقيك واعمل ايديت وبتاع. حط هرم فوقيك واعمل ايديت وبتاع. خد بالك يا بيدو. بيدو ابني هرم فوقيك اتفضل. الولاد ماشي راح عليهم ولا ايه؟ لا ما تبنيش هو لسه لا عادي يا عم تحت تحت البيت تعالى اه انزل ده لسه عند اي راي انزل تحت من الارض حد الدور مش الارض دي بس بص اقول لك واحد ما خلص من فوق عليا عليا لازم هاي يدو ما تعملش اي حاجه غير كده محتاجه هاي محتاجه هاي فدي 10 ثواني لا عصو اعمى اعمى يدو عصو اعمى لا 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 موته موته عمله ما فنشه فنشه بس اطلع 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 اصبر 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 نزل نزل صدقني انا وانت هنطلع مش انت تطلع انت انت تطلع من ناحيه نور مش اعمل ايه تطلع من ناحيه نور تويت يلا واحد اثنين ثلاثه اطلع 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 انا همسك انت افضل اعمل ميديك مهما حصل حتى لو نسيت لا لا اضرب 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 بس كده عادي يا حبيبي اوه تمورة جيمين انا مين 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 اوه انا مين مين تلت كم يا بيدو مش كتير خالص تقريبا هو اتنين او واحد لا تلت ستة جي جي انا مين 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 عشا بيدو I think I'm falling for you.